وفي القدس المحتلة أيضا دعت لجنة حي وادي ربابة في بلدة سلوان المقدسيين إلى الاعتصام في الحي للتعبير عن رفضهم لمصادرة أراضي الحي لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية في البلدة. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت نيتها مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي بهدف إقامة حدائق وشبكة قطارات هوائية على الرغم من امتلاك أصحاب الأراضي شهادة تسجيل تثبت ملكيتهم لها. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بلدة سلوان في القدس المحتلة مراسل البلدة أحمد البوديري. إذا أحمد لو تضعنا في تفاصيل هذا الخبر وأيضا دعوة لجنة حي وادي ربابة في بلدة سلوان للمقدسيين للاعتصام اليوم، تفضل. يعني نحن لسنوات وسنوات نتعامل مع هذه القصة، قصة وادي الربابة، نضال الفلسطينيين هنا في هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من سلوان، ومطالبة الأهالي بالكف عن مصادرة ومحاولة مصادرة هذه الأراضي الفلسطينية التي تقع في قلب مدينة القدس. والآن وادي الربابة بات المخطط الإسرائيلي جاهزا، تم إعلان عن مشاريع استيطانية في هذه المنطقة. معنا عبد الكريم أبو سنيني وهو رئيس لجنة حي وادي الربابة. أستاذ عبد الكريم، ما هي رسالتكم اليوم؟ رسالتنا كما هودت منذ عام 67 لغاية اليوم في القدس الشرقية 11 مستوطنة تم مصادرة الأراضي بحجج واهية، بحجة تحويل هذه الأراضي إلى حدائق عامة. تم الاستيلاء على هذه الأراضي وبناء مستوطنات، 11 مستوطنة، منها أبو غنيم، منها بسجاد زيف، منها جفعات زيف. اليوم منطقة وادي الربابة حوالي 100 دنم تصادر وتهود بحجج إقامة حدائق توراتية. المخطط الواضح بأن هنا ستقام مستوطنات تضم عشرات آلاف المستوطنين ليسكنوا في هذه الأراضي، ما يظهر ذلك المخططات التي قدمتها الجهات الإسرائيلية، كما يظهر ذلك البنية التحتية وشبكات المياه، شبكات المجاري التي تم تمديدها كبنية تحتية لهذا الحي، وإلغاء أصلا هذا الحي كاملا باعتبار أن لا وجود للفلسطينيين، لا وجود لألف مقدسي حتى يقطن هنا مستوطنون كبدائل للمقدسين الذين يقطنون في هذا البلد في سلوان جدار المسجد الأقصى المبارك. شكرا لك عبد الكريم أبو سنيني رئيس لجنة حي وادي الربابة. إذا بعد قليل سوف يبدأ هذا الاعتصام، مطالبين الأهالي بأن يتم الكف والابتعاد عن هذه المنطقة الحيوية ولكن أيضا التي منعوا من زراعتها لسنوات، والآن سلطات الاحتلال تقول بما أنها غير مزروعة لأنها أصلا منعتهم من الزراعة فيها فأنها سوف تقوم بصادرتها وما يسمى يعني إسرائيليا بوضع اليد على هذه الأراضي، وبالتالي الأهالي يعتصمون ضد ذلك. نعم، من بلدة سلوان في القدس المحتلة مراسل غد أحمد البوديري، شكرا جزيلا.